إذا أول إشي إحنا قلبنا اللحمة عنا بالزيت والزبدة، وبعدين نكهناها بالبهارات اللي هي كركم وبابريكا مدخنة بالإضافة للفلفل الأسود، وبعد ما نضجت معنا اللحمة حطينا الملح، بعدين حطينا الخضار تباعا، يعني حطينا بصل، ثوم، جزر، فطر، بطاطا كانت مقلية نص قلية، وبعدين حطينا كوب مي خليناها تغلي 10 دقائق، بعدين عملت خلطة مكونة من صويا صوص كريمة بالإضافة للعسل أوروبي البندورة، خلطناهم مع بعض وزعناهم فوق الخليط، وحطينا عود عيدان من الروزماري أو إكليل الجبل مندخلها وهي مقصدرة أو مسكر عليها بهاي الطريقة لمدة نص ساعة. أما إذا كانت اللحمة شوية من النوع القاسي معكم، عندكم خيارين، يا أما بدكم تطولوا المدة أكتر بالفرن، يا أما تقدروا تسلقوها نص سلقة قبل ما تقلوها. معلقتين من الزيت النباتي، وبدنا 25 جرام من الزبدة، بدنا نص كيلو كيلو من لحمة العجل المقطعة إلى مكعبات، بدنا بصل صغير، بدنا ملح وفلفل وكركم وبابريكا بالإضافة ل ثوم كامل، بدي فطر، بدي بطاطا مقطعة ومقلية مسبقا، جزر صغير، وبدنا معلقتين من الشوفان، هلأ رح أقولكم ليه، كوب مية مغلية بالإضافة لعسل، صويا صوص، رب بندورة، كريمة، وإكليل الجبل. طيب يا جماعة، إذا أنا هلأ حطيت الزبدة وحطيت الزيت مع بعض، بدي أنزل لحمة العجل المقطعة لمكعبات، وكتير مهم إن نكون منشفينها من المي، ما يكون في سوائل أبداً أبداً أبداً. شايفين أنا منشفتها كتير منيح، وهي مقطعة لمكعبات، وأنا بصراحة مستخدمة قطعية الفيليه فهي طرية. في حال كنتوا عم تستخدموا قطعية تانية، هلأ رح أقولكم شو تعملوا خلال الوصفة. شوفوا كيف على السريع بتبدأ تاخد لون. هلأ قطعية الفيليه سمير لأنها طرية جداً، فهي ما بصير نعرضها فترة طويلة لأنه ما بدنا إياها تشد. فإذا كنتوا عم تستعملوا قطعية شوي أقسى، يعني طولوا أكثر وإنتوا عم بتقلوا أولاً، وثانياً هي رح ترجع تدخل على الفرن، برضه طولوا كمية أو مدة الفرن. أنا يعني هون رح أعملها 10 دقائق والباقي نص ساعة، في حال إنتوا عم تعملوها بقطعية لحمة تانية بدكم تحطوها فترة شوي أطول. فهلأ أنا بلشت أقلب فيهم، رح أضيف بهارات بسيطة، يعني بس رح أحط كركم وبابريكا. أنا خلص بحط هدول التنتين دائماً مع بعض، أو هدول البهارين دائماً مع بعض لما بدي أعطي لون ذهبي حلو للحمة أو الدجاج. فأنا رح أحط هلأ البابريكا والكركم، شوف كيف رأساً بده ياخد معانا لون حلو، ورح أضيف الفلفل الأسود. طبعاً الملح ما منحطه هلأ، منحط الملح يا سمير خلال الطبخ بعدين. فهلأ رح أنزل الفلفل الأسود، كمية جيدة من الفلفل الأسود تستوعب اللحمة. طيب يا جماعة رح أضيف البصل، أنا حبيت هذا البصل شكلاً وحجماً، فما بدي لا أقطعه ولا أي شيء، بدي إياه كبير بهاي الأكلة بهاي الطريقة، وهو جاي هيك بيضاوي زي ما أنتم شايفين، فرح أضيفه زي ما هو. ورح أضيف الثوم برضه المقطع قطع كبيرة، تمام، ونحركهم مع بعض حتى يتنكهوا من البهارات ومن اللحم اللي عندنا. ماشي يا سمير، شوف لي إذا في عندك مي سخنة، رح أحتاج بعدين لكوب بس فتكون ساخنة. ولا سخنة، ممتاز. طيب هلا الآن؟ مش هلا، بعد شوي. هلا البطاطا انا هون ايش عامله فيها سمير؟ مقطعتها وقليتها نص قليه، تمام. انا على الاير فراير عملتها بدون زيت، طبعا اذا ما عندكم اير فراير تعملوها عادي بالزيت، واذا ما بدكم بالمره تحطوها نيه بصير، ولكن بدها تاخذ فتره اطول. بس انا اجمالا بحب ادخل، يعني بحب كل خطوه من خطوات الطبخ تكون منكهه، ما بحب احط الخضار نيه، ما بحب احط شيء ني بالفرن، يعني بحب اعطيه شويه نكهه اول على الغاز. ف هلا رح اضيف البطاطا سوري، لانه بدي اخليها للاخر لانها طريه. رح اضيف الجزر ورح اضيف الفطر، بس بدي اشيل عنه المي، تمام، واجيلك. طيب يا جماعه رح اضيف الجزر بهاي المرحله، بما انه اللحمه خلص بلشت تستوي عندي، بقدر اضيف الملح ما بنحطه من الاول، ورح اضيف كمان الفطر واحركهم مع بعض حتى كله يتنكه من البهارات اللي عنا. بالنسبة للشوفان، ليه أنا حاطة شوفان؟ عادة إحنا منسبك أو منكثف بالطحين. أنا هلأ إلي فترة عندي شوية مشاكل، قلت لك، فماشي على دايت جلوتين فري ومرتاحة عليه كتير صراحة، تمام. فالشوفان هذا لأنه جلوتين فري صرت أكثف الأكلات فيه بدال الطحين، صار أريح لإلي، تعودت عليه. يعني
في منه فايده. طبعا لاني موقفه الطحين الابيض تماما انا. اوكي فعشان هيك هلا ملكه العجين وموقفه الطحين الابيض. ما بعرف والله هاي بتعرف عندي مشاكل صحيه صار كثير بالقولون وغيره، وبرضه زوجي عنده كمان هيك كم من مشكله، فكثير قرانا انه لازم شوي نوقف الجلوتين، فوقفنا ماده الجلوتين عشان نشجع بعض بالبيت، فالكل ماشي معنا على هذا الدايت. اجباري. اجباري. هلا حطيت انا الشوفان بخليه يتقلى دقيقتين حتى يكثف لنا الصلصه، نزلنا المي لو سمحت. تقريبا هيك كوب. ما بدي اكثر سوائل. ما تقلق. اوكي. خلص تمام. خلص؟ هيك كفايه، لانه أوكي. ما بدي اياه كله مي، بعدين رح اقول لكم شو رح نقول. يعني هاي غماس؟ اي. لسه بدها تدخل فرن هاي، زي الطاجن. فرن تمام. فيب الى حد الان احنا متفقين انه احنا القطعيه تاعت اللحمه اللي مستخدمينها طريه، فتقريبا خلصت معنا. تمام. هلا في خطوه بدي اعملها هون. هاي الخطوه رجاء لا تستغربوها الا لما تجربوها، لانه هي فيها عسل وكريمه. اوكي؟ اوكي. فهي شوي غريبه. هلا عندي العسل، عندي الصويا صوص. والله احنا منك بنجرب كل شيء يا شيف ديما. الله يسعدك. مش كميه كبيره زي ما انتم شفتوا من الصويا صوص. عندنا معجون البندوره. فاذا عسل، صويا صوص، معجون البندورة، وهلأ رح أحط. طيب شيف ديما، مانك ولا قطعانة بحديثك، مانك حكيت على الجلوتين وخبز الجلوتين. نعم. بدك تسوي ليوم هنا، بدك بدكم أعمله؟ في ناس طالبين؟ خلص هلأ بقولكم أنا وصفتي بالضبط. وهي الكريمة من المراعي أكيد، رح أحطها مع العسل ورب البندورة والصويا صوص. اتفقنا؟ هلأ بدكم تحطوا بس كوب، بدكم تحطوا كوب ونص، زي ما أنتوا حابين. نرجع لموضوع الجلوتين، إذا عن جد مهتمين في عندي وصفة خبز خالي من الجلوتين رائعة، وبتنعمل على المقلاي، سوري آسفة، على المقلاي بتنعمل، وما بدها فرن وبدون خميرة. طيب هي في كثير طلبات بهذا الخصوص. بدون خميرة كمان، بتنعمل بالبيكنج باودر، فكثير سهل. الأربعاء سوي. الأربعاء إن شاء الله معنا ست النكهات إحنا الأربعاء، يعني يا الأربعاء يا الأسبوع الجاي إن شاء الله. تمام. أوكي؟ تمام. طيب يا جماعة، هلا شايفين أنتم كيف صار عندنا الخليط. شوي كثيف وشوفوا كيف صار لونه. بدي أضيفه يغلي بس يا دوب ثانية معاه، مش ثانية يعني دقيقتين، وبعدين لأنه كله هذا بده يرجع يدخل على الفرن. ماشي؟ فخلينا نحرك شوي شوي بدون ما نكسر البطاطا، لأنها طبعا مستوية معانا، بس برضو أنا قليتها نص قلية لأنه لسه عارفة بدها تدخل على الفرن. بدي أحط برضو عودين من الروزماري أو إكليل الجبل الطازة، هيك أخليهم مع اللحمة كتير بيلبق. سلام. وأسكر عليهم وأخليهم بريحتهم. لو تشموا الريحة يا جماعة الخير بصراحة شيء، يعني أنا عارفة يمكن البعض يستغرب كريمة وعسل مع بعض، لازم تجربوها. رائحة ولا أروع.